أعبر عن سامي التقدير وعظيم الاحترام إلى السيد عمار الحمر، وأن أرحب به في وزارة الاتصال، إذ يسعدني أن أقول له بأنه لا عظيم الشرف بأن حظي بثقة السيد رئيس الجمهورية لتولي منصب وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة. فاعتبارا لخصاله الإنسانية السامية، واعتبارا كذلك لكفاءاته المهنية، سيكون في مستوى تسيير وزارة الاتصال باحترافية عالية، وكذا الارتقاء بأدائها إلى ما هو أعلى وأفضل. إنني على يقين من أنه سيواصل العمل لتتمين مجهودات الجميع، أنتم كل من موقعه، لتعزيز منظومة الاتصال، إذ هو اليوم له فرصة ثمينة تتمثل في ورشات الإصلاح التي يتضمنها خطاب السيد الرئيس، وكذا رؤيته الاستراتيجية السديدة. أود أن أغتنم هذه المناسبة للتعبير لكل واحدة منكن ولكل واحد منكم إطارات وزارة الاتصال والمؤسسات ذات الصلة، ومن خلالكم إلى كل مستخدمي وزارة الاتصال، عن فائق تقديري. وأود أن أشد على أيديكم للتعبير لكم عن تقديري كذلك للمجهودات الجبارة التي قمتم بها، وعلى حسكم الوطني وسامي شعور المسؤولية التي تحليتم بها في أداء واجباتكم رغم الظروف الصعبة التي عشناها والتي عرفتها البلاد، والتي نتمنى أن لا رجعة لها إن شاء الله. اليوم أغادر وزارة الاتصال، بل أقول عائلتي، لكون أنني سأحتفظ لكل واحدة وواحد منكم بمكانة خاصة يعني في قلبي، ولكون وكذلك سأغادر هذه الوزارة وضميري وقلبي يعني على راحة تامة، لكون أنني يعني أديت مهمتي بما تتطلبه يعني روح المسؤولية السامية، وكذلك لكون أنني أشعر
يعني بافتخار وباعتزاز أنني تواجدت بهذه الوزارة في مسار حياتي عندما اقتضى الأمر الدفاع عن المصلحة العليا للوطن، وكذلك عندما اقتضى الأمر تلبية نداء الوطن. ما تبقى اليوم من عمل على مستوى وزارة الاتصال هو إن شاء الله التوفيق في إقرار النصوص التي عرضناها على الحكومة، والتي نتمنى من خلالها أن يتوفر الإطار الجاد والإيجابي لتأطير قطاع الاتصال، وكذلك لتحقيق آمال أسرة الإعلام سواء كانت من الإعلام العمومي أو الإعلام الخاص. أود في النهاية أن أتوجه بصادقي وكذلك بسامي السلام والتحية إلى كل المنتسبين إلى الأسرة الإعلامية من القطاع الخاص والعام، وليكون على يقين بأن لي كل واحدة وواحد من هؤلاء تحية خاصة وشعور أخوي صادق. وختاما أتمنى لكم الخير والفلاح والنجاح في عملكم وفي كل ما ستتولونه من مسؤوليات وأداء لصالح قطاع الإعلام ولصالح الوطن، وأتمنى كذلك لكم الخير والفلاح والسؤدد في كل ما يرتبط بالعناية التي تولونها إلى أسركم الكريمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. يطيب لي أن أرحب في البداية بالسيدات والسادة إطارات القطاع ومدراء وموظفي الوزارة، كما أعرض عن شكر الجزيل لمعالي الوزير حسن رابحي الصديق بهذه المناسبة. بارك الله. أغتنم هذه الفرصة أيضا للتعبير عن بالغ تقديري للمجهودات الكبيرة التي بذلها الصديق ربحي طوال المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد، داعيا المولى عز وجل أن يوفقه في المهام المقبلة التي تنتظره. أما بخصوص الأعمال والمهام التي تنتظرنا نحن، أطمئن الزملاء في القطاع بأنني سأمد يدي للجميع، كما سنعمل سويا من أجل إعطاء نفس جديد لقطاعنا وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكله المهنية والمادية والتنظيمية التي حتى يتفرغ لتأدية رسالته النبيلة المتمثلة في تقديم إعلام موضوعي نزيه يخدم البلاد ويلبي طلبات المواطنين ويساير متطلبات العصر والمرحلة التي يعيشها الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. واش دركم نهرقمه؟ هيا تفضلوا.